وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي الأستاذ أحمد الركبان. مساء الخير أستاذ أحمد، لو تحدثنا عن دلالات دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد هذه القمم الثلاث. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير وعشاء مباركة لكم ولشعب البحرين وملك البحرين الغالي. القمة العربية تعقد الحقيقة، والقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، في وقت حساس وفي مكان حساس جدا باعتبارين. الاعتبار الأول أنها تأتي في العشر المباركة، وهي بالنسبة للإسلام والمسلمين أيام مباركة يتحرى فيها ليلة القدر، وهذا شيء يبشر بالخير بإذن الله تعالى. الشيء الثاني أنها أمام الكعبة المشرفة، وهي طبعا تعقد في قصر السلام وقصر الصفا في مكة، الاعتبار أنها مجاورة لبيت الله الحرام، وأن رؤساء الدول الإسلامية يقدرون مثل هذا الاجتماع ومثل هذه المكانة التي يحتلها أو تحتلها المملكة السعودية باعتبار أهميتها ومكانتها الإسلامية. اليوم الحقيقة تعقد القمة الإسلامية باعتبار أنها طبعا عقدت في وقت حساس، لأن المنطقة تعاني الحقيقة من ويلات الإرهاب ومن الاعتداءات التي تأتي من الحوثي، باعتبار أنه الرجل المنفذ أو الشخص المنفذ لأجندة إيران. أنا أعتقد أن هذه القمة لها حساسية ولها طابع إيماني، وخاصة أن رؤساء الدول العربية الإسلامية يقدرون ويثمنون المسجد الحرام والقرب من المسجد الحرام، وكذلك أيضا مكانة الملك سلمان بن عبد العزيز ومكانة المملكة السعودية في خدمة هذه بيوت الله. أنا أعتقد أن القمة ستأتي بإذن الله تعالى إلى أكبر قدر ممكن من التوحد ومن اتحاد الكلمة وتوحد الكلمة ضد هذا الاهتزاز. نعم. الحقيقة الذي يهتز خاصة في دول الخليج. نعم أستاذ أحمد، لو نتحدث عن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها في هذه القمم. طبعا هو أبرز ملف الحقيقة، طبعا هو لا تنسى أن القضية الفلسطينية ذات طابع مهم جدا بالنسبة للمملكة السعودية وبالنسبة لهذه القمة. أيضا الطابع التدخل الإيراني في الدول العربية وخاصة في شمال المملكة، سوريا، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، كذلك أيضا اليمن، وتدخلها أيضا في كثير من الدول زي ليبيا وسوريا وروسيا تونس. نعم. أنا أعتقد أن ملف التدخل الإيراني هو من أهم الملفات، باعتبار أن القادة أول ما وصلوا إلى مطار المركب تم الحقيقة إطلاعهم على بعض الأسلحة التي تم استخدامها من قبل حوثي للهجوم على مكة المكرمة وعلى المدينة، وعلى كذلك أيضا على بعض أماكن النفط البترولية، وكذلك أيضا على بعض المواقع السعودية في منطقة نجران وغيرها. وهذا دليل على أن هناك مؤشرات على أن هناك تأنيب قوي من قبل المؤتمر الإسلامي والدعوة إلى محاسبة إيران محاسبة سريعة وعاجلة، لأن إيران تحتاج الحقيقة إلى ردع عسكري، لأنه 40 سنة تقريبا لم تستطع الحقيقة الدول الإسلامية ولا الدول العربية بكل حكمتها ورزنتها مع التعامل مع اللوب الإيراني، إلا أن إيران يجابه هذا أو هذه العلاقات باختراقها وكذلك استخدام مثل هذه التدخلات العسكرية. نعم، من الرياض المحلل السياسي الأستاذ أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك.